بعض زملائي في العمل يجاهرنا بجريمة الزنا أثناء السفر إلى الخارج، فما هو الذي يجب علينا إزاء ذلك إذا لم تفد معهم النصيحة؟ إذا سمعت هذا تنكر عليه وتقول لا، اتق الله، لا تفضح نفسك ولا تجاهر بمعصيتك، هذا حرام عليك. والرسول عليه السلام يقول كل أمتي معافى إلا مجاهرين. فالإنسان إذا فعل المعصية لا يجوز أن يجاهر بها ويقول فعلت وفعلت، بل يطلب ربه الستر، يسأل ربه العافية، يبادر بالتوبة. إذا سمعت من زميلك في المكتب أو في غيره هذا الأمر فتنكر عليه وتقول اتق الله، لا تقول هذا الكلام ولا تنطق بهذا الكلام، اسأل ربك التوبة، تب إلى الله، هذه فضيحة، هذا منكر، تكلم عليه وتبين له هذا منكر وهذا لا يجوز ولا يحل أي محب عند زملائه ولا عند غيره، فهذا يستتر بستر الله ويتوب إلى الله عز وجل. ولا تسأم من الإنكار عليه، لا تسأم، إذا قال مرتين قل له مرتين ثلاث أربعة، تشدد عليه وقل له إخوانك اللي معك ينكرون عليه تعاونوا عليه، أعينوا على حرب الشيطان، هذا يزين لها الشيطان وأنتم أعينوا على حرب الشيطان بالإنكار عليه والتغليظ عليه لعله ينتهي. وإذا لم ينتهي نستعينوا بالله على فصله، جاهدوا في إبعاده عنكم مع المسؤولين. بعد الأسئلة لا لا، إذا شهدوا عند الدولة، إذا شهدوا عند الحاكم يقام عليه، يخوفون هذا يقول إما تبت نشهد عند الحاكم حتى يقام عليك الحد، لا تقدم إن شاء الله.